مصطفى ضعنا في أجواء البطولة مع المنتخب الوطني مع الكابتن عامر عبد الوهاب. تحياتي لك زميلي داود وتحياتي ضيوفك الكرام الكباتن جمال علي والكابتن سعد قيس. راح ندخل مباشرة بالموضوع. معايا اليوم ضيف الكابتن العزيز والقدير الكابتن عامر عبد الوهاب. كابتن تحياتي لك وأهلا بك ويانا بقناة الفلوجة برنامج مشوار الأسود. تحياتي لك أخويا مصطفى وتحياتي للأخ داود والكباتن اللي وياه أعزائي كابتن جمال وكابتن سعد، وتحية للجميع الجمهور العراقي. كابتن حضرتك تواجدت بالمنتخب الوطني مع المنتخب الوطني فترات سابقة، شلون تشوف الأجواء؟ أنه أكو اختلاف بالأجواء قبل من أنتو كنتوا تشاركون البطولات عن الأجواء هسه الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بالعكس، يعني أنا أشوفها أجواء مثالية. الاتحاد يمكن موفر كل الأمور والمستلزمات اللي يحتاجها الفريق، المعنويات عالية خاصة بعد فوزنا بالمباراة الأولى. أعتقد أنه مرحلة الضغط اللي كانت مواجهة الفريق بالمباراة الأولى راحت إن شاء الله إن شاء الله ما تكون موجودة. الآن الكرة في ملعب اللاعبين والجهاز الفني. ثلاث نقاط جدا مهمة اللي أخذناها دفعتنا إن شاء الله إلى استرجاع الثقة بالنسبة للفريق. أعتقد مباراة اليمن إن شاء الله راح تكون مفتاح التأهل للدور الثاني، واللي نسعى أنه نكون دائما في المركز الأول، ووصولك للمركز الأول راح يخلصك من كثير من الأمور المعقدة ومواجهة الفرق القوية. أكيد لما راح تكون أنت بالمركز الأول ممكن الفرق اللي راح تواجهها تكون أقل مستوى، ولكن في هذه البطولة أعتقد المستويات لحد الآن متقاربة، والتكهن بالنتائج أعتقد صعب على ضوء ما شفناه. بس اللي نتمنى إن شاء الله مثل ما قلت لك، أنا جاي أشوف أجواء حلوة، أجواء ممتازة، وجود جمهور عراقي كبير في الإمارات، هذا يعطي دافع أيضا للاعبين. أنت ككابتن لاعب منتخب وطني سابق وأيضا عملت مدرب مع منتخبات الوطنية الفترات متقطعة، أنت كلاعب والآن كمدرب وصاحب خبرة، شنو نصيحتك تقدمها للاعبين؟ والله نصيحتي أنا دائما اللاعبين لازم يدخلون، وحتى المدرب يعني يدخل بشخصية البطل ويكون عنده ثقة باللاعبين، يعرف أنه لاعبين المنتخب العراقي قادرين للوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة. لو توفرت هذه الثقة ما بين المدرب واللاعبين اللي موجودين، أعتقد إحنا عندنا أمل كبير على ضوء اللي قلت لك المستويات اللي شفتها نوصل إلى مستوى جيد، وعلى الأقل لازم نكون منافسين، يعني على الأقل نكون بين الأربعة الأوائل، يعني هذا أعتقد مو بعيد علينا. كل الإمكانيات موجودة، لاعبينا على مستوى عالي، خاصة عندنا لاعبين مهاريين لو توظفوا بالشكل الصحيح من قبل المدرب، لأن المدرب حسب ما جاي يشوفه لازال عنده يعني وقت أنه جاي مثلا تقول يتعرف على نوعية اللاعبين، وهذا أعتقد شيء صعب. الآن الرؤية واضحة، خاصة المباراة الأولى طلعت درس أنه لازم يدخل من بداية المباراة بالتشكيلة الصحيحة. أنا ما أدخل المباراة وأدخل بمأزق وبعدين خلال المباراة أصلح، ممكن فيها صعوبة. يعني أنت مرات تنزل بتشكيلة صحيحة، يمكن لاعب أو لاعبين ما يكونون بالفورمة، هذه مو سبب المدرب، سبب اللاعب نفسه. بس اللي شفناه بالمباراة الأولى أعتقد السبب ما معروف، أنه المدرب دخل بتشكيلة خطأ والحمد لله أنه قدر يصلح. هذه المباراة لازم تكون ياخذ بها عبرة من المباراة الأولى، راح تكون درس له. فلو المدرب وتكاتف مع اللاعبين ووفد كامل، أعتقد أنه قادرين على تحقيق نتيجة جيدة وليس ببعيد على إمكانيات المنتخب العراقي. كابتن يعني احنا نشوف هناك اختلاف بين طموحات المدرب وطموحات اللاعبين وطموحات اتحاد الكرة. يعني حتى اليوم المدرب بالمؤتمر الصحفي اكد انه هو يحاول اعداد منتخب قوي. يعني هل هو فعلا انه مجزم حتى لو توفرت الامور والظروف المناسبه المنافسة على اللقب، هو مصر انه على يعد منتخب التصفيات كاس العالم؟ والله شوف، هو ممكن يكون هذا مناوره بالتصريح، وبغض النظر انه شنو تصريح المدرب، يعني احنا هذا الشيء ما يعنينا للامانه. يعني انا تصريح المدرب ما يعنيني، لانه احنا نعرف شنو امكانيات لاعبينا. اللاعبين لازم يكون تحدي بداخلهم، يعرفون انه هذا الشعب ينتظر فرحه من عندهم. الرجل مو عراقي، احنا العراقيين ادرى بمنتخبنا وادرى بامكانياتهم، وفرحتنا يمكن تختلف عن فرحته هو كمدرب. هو رجل محترف، رجل يريد يعمل سي في وعنده مقابل مال، واليوم موجود باكر ما موجود، بس احنا هذا بلدنا، احنا موجودين به، نعرف شنو معنى الفوز بالنسبه للمنتخب العراقي، ونعرف انه المنتخب العراقي قادر على تحقيق نتيجه. المدرب صرح يقول انا ما اوصل، يقول انا مو اليابان، انا مو كوريا، انا ما يهمني هذا التصريح. اللي يهمني انه انا اعرف امكانيات لاعبيني، واعرف لاعبيني انه عندهم ثقه بنفسهم، ويعرفون هم بداخلهم انه يقدرون يوصلون الى مستويات عليا. بالنسبة لمستوى حراس المرمى جلال ومحمد قاصر ومحمد حميد، شلون تشوف هل هم الأفضل لهذه المهمة؟ يعني خاصة هم تواجدوا منذ فترة طويلة مع المنتخبات الوطنية، هل هناك حراس ظلموا يعني انظلموا فيما يعني حسب رأيك؟
لا هو شوف ظلم ماكو ظلم لأن هم اللي بالفترة الأخيرة هم الأفضل للأمانة. يعني لو أنا كنت موجود أنا يعني نفس الثلاثة راح أختارهم. تبقى منه الأفضل بهذه البطولة الحمد لله أنه هو بدأ بجلال، وجلال جدير أنه يكون يعني حارس متواجد. يعني يعني يمكن أي حارس كان موجود إذا تبدي بمحمد قاصد أو محمد حميد أو جلال أعتقد الجميع بمستوى واحد تبقى جاهزية الحارس لهذه المباراة، وهو كيف يظهر بالمستوى المطلوب ويكسب ثقة الكادر الفني وثقة الجمهور. المباراة الأولى يمكن ما أفصحت بصراحة عن مستوى جلال لأنه كان عدم تفاهم بينه وبين المدافعين، وهذا شيء طبيعي لأنه أعتقد أنه ماكو عمل. بس هو حقق رقم، يعني رقم أنه أول حارس مرمى عراقي شارك بطولتين آسيا متتالية كحارس أساسي. أنا ما أريد بس الإنجاز الفردي، أريد إنجاز جماعي. يعني بالعكس هذا إنجاز إله، بس لازم يثبت أنه بمستوى يعني يكون مساعد ورقم صعب، لأنه مثل ما نعرف إحنا مرات في مباريات الحارس ما يكون 50% من الفريق، يكون أكثر من هذا من هذه النسبة. وجلال جدير للأمانة عنده كل الإمكانيات، يحتاج ثقة. أنا أتمنى إن شاء الله بهذه المباراة النصيحة اللي تقدمها جلال، لأنه يعني هو مباشر الحارس الأساسي أكيد ينسى. هو المفروض يكمل، يعني المفروض هو لاعب المباراة الأولى المفروض يكمل، لأن يعني تغيير الحارس مو بالشيء سهل إنه كل مباراة تغير حارس خاصة بهذه البطولات. المفروض إنه جلال يكون مركز بهذه المباراة، يستفاد من أخطاء المباراة اللي فاتت، يكون هناك تفاهم وجلسات مع المدافعين. يعني هو يكون عنده جلسة بينه وبين المدافعين والتفاهم على كل صغيرة وكبيرة. هذا كنا نسويه لما كنا نلعب، أنا ما لي علاقة بشون الفريق، دائما أشوف منه مدافعيني يصير تفاهم، نتفق على كل الجزئيات، الكرات الثابتة، الكرات الساقطة، متى أطلع متى أرجع، الكلام اللي يكون بيني وبينه، لغة التفاهم شون اللي راح تكون موجودة، يعني أي الأوامر اللي تصدر من الحارس لازم اللاعبين يعرفوها. هذه تقلل الأخطاء قد ما بيباشر إن شاء الله جلال إنه يقلل أخطاء، حتى لأن عنده مباراة إيران بعد أصعب. فإن شاء الله لو مباراة بكرة إن شاء الله تجاوزها بدون أخطاء، وأنا يعني متأكد إن شاء الله راح يكون مركز بالمباراة لأنه حارس صار عنده خبرة، يعرف شنو معنات هذه المباراة بالنسبة إليه، لازم يعيد ثقته بنفسه وهو ثقته موجودة، ولازم يعيد ثقة الكادر وثقة الجمهور إنه جلال جدير إنه يكون الحارس الأساسي بالمنتخب. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. هاي عودة لك. نعم زميلي داود. نعم مصطفى، نعم اسمعك، لكن هل هناك اي شيء عن المؤتمر الصحفي و زميلي داود؟ جرت اليوم الوحده التدريبيه الاخيره للمنتخب الوطني، وكانت الوحده ايضا مغلقه، لم يسمحوا لنا بالتصوير. هذه الوحده التدريبيه اداها اللاعبين كامل جاهزيه وكامل لياقتهم البدنيه، وايضا منعونا كالعاده مره اخرى منعونا من التصوير، ولكن اجتهدنا وحاولنا ووصلنا. وأبرز ما ستشهده تشكيلة يوم غد هي مشاركة علاء أمهاوي منذ بداية المباراة بسبب عدم تماثل وليد سالم للشفاء بنسبة كبيرة، وأيضا ستشهد مشاركة بشار غسن وهمام طارق منذ البداية، وقد يلعب المدرب بأربعة مدافعين في الخلف، وأيضا جلال الحسن سيحتفظ بمركز حراسة المرمى. هذا أبرز ما لدي زميلي داود، وهذه عودة لك. شكرا لك مصطفى العطان، موفد قناة الفلوجة إلى الإمارات لتغطية نهائيات بطولة أمم آسيا.